الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. Zaten ben kendi kına gecemde de kaftan giydim. Bizim de yöresel, yani kına gecelerinde kızlar giyerler. Maharetinde عندهم تهما في العرس ديالهم تهما كيهتموا بنفس التقاليد ديالنا كيلبسوا القفطان غير هو القفطان عنده بعض الاختلافات البسيطه جدا حتى كيديروا الحنه سكيفي نفس التقاليد تقريبا يعني ما كاينش فرق ما حسيتش بيه شي حاجه غريبه على عليها قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم